نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أحبائي، نعيش أياما مباركة ممتلئة بالنعمة والمعجزات والعجائب التي يصنعها الرب إلى هنا. ثقوا بالرب وهو يريد أن يبارك حياتكم اليوم، وسيفعل ذلك أينما كنتم، هنا في الكنيسة أو في منازلكم. يقول الرب في سفر الرؤيا الإصحاح الأول، لدينا إعلانا مباركا بمسحة الروح القدس، العدد الثامن. كما تعلمون في سفر رؤيا يوحنا، ظهر الرب يسوع ليوحنا الرسول في الجزيرة التي تدعى بطمس، ويقول ما يلي: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. مجدا للرب. إنها رسالة اليوم. الرب يسوع هو البداية والنهاية، هو يبدأ كل شيء وينهي كل شيء. إنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد. إنه الرب الكائن والذي كان والذي يأتي. بعبارة أخرى أحبائي، هو الذي لا يحده حدودا ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه. فماذا تحتاج من الرب اليوم؟ لا تقل نهائياً أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة. لا تستسلم لليأس. آمن فقط واتخذ موقفاً من كلمة الرب. وبعد ذلك ستنال الإعلان وعليك أن تحتفظ به. فإذا كنت تقرأ الكتاب المقدس أو تستمع إلى الرسالة وشعرت بلمسة إلهية، فهو يكلمك ويرشدك بكل وضوح، ويكون هذا قضاءك الروحي وهو لك، ويمكنك البدء بإعلانه. اتخذ موقفاً حازماً في كلمة الرب وسيتحقق وعد الله في حياتك. فاليوم هو يوم الوعد بالنسبة لنا، وعلينا أن نصلي للرب كي نحصل على هذه الوعود باسم الرب يسوع. فلننتقل الآن إلى المزمور الثاني والعدد السادس، حيث لدينا إعلان مبارك أيضاً. لا يجب على أحد أن يعتقد أنه مميز عن الآخر ويقول: أنا لم أجرب، أنا لم أسقط، ولم أعرف الخطية قط، ولم أقع في فخ الصياد، إن هذا الشيء لن يحدث لي. أحبائي، لدينا الملك داود لم يخشى أن يفتح قلبه. فعندما نفعل ذلك فنساعد أنفسنا والآخرين أيضا الذين يمرون بنفس المشاكل. فكلنا نقع في صعاب عدة، وعلينا أن نكون حذرين، لأنه إن سقطنا نصبح بين يدي العدو. وهذا ما يقوله هنا: ارحمني يا رب لأني ضعيف. لا تخفي حالتك أبدا، ولا أعني أن تتجول وتخبر الجميع، لكن إذا سقطت عليك أن تضع الأمور في نصابها الصحيح مع الشخص الذي أخطأت إليه. قد يكون صاحب العمل أو أي شخص قريب إليه، خادم في الكنيسة مثلا. وإذا سقطك وغزتك أفكار العدو، وهذا أمر شائع، عليك أن تأتي أمام الرب وتصلي: ارحمني يا رب، تحنن علي، خلصني، أنا لا أريد هذه الخطية. ولكن عليك أن تصلي صلاة صادقة ومن كل القلب، فإن لم تطلب لن تجد، وإلا فأنت تخبئ ضعفك محاولاً خداع الرب. على سبيل المثال، سأعود إلى سفر نشيد الأنشاد، وهو سفر نبوي رمزي يتكلم عن محبة الله لشعبه، محبة المسيح لكنيسته المفدية. هناك آية جميلة أريد أن أشاركها معكم. ماذا يقول هنا؟ في الإصحاح الرابع العدد التاسع، دعونا نقرأ سوية. نشيد الأنشاد الإصحاح الرابع العدد التاسع: قد سبيت قلبي يا أختي العروسة، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. هذا شيء يستخدمه الشيطان لهزيمة الكثير من الناس الذين لا يحترمون كلمة الله. فلنفترض مثلا شخص ما متزوج نظر إلى سيدة أخرى عازبة أو متزوجة، وكانت نظرته مليئة بالشهوة، فلفت انتباهه شخص آخر ويقول له: احذر، إن هذا ليس من الرب. فأنت ملتزم بعهد الزواج المقدس. يقول الكتاب المقدس: لا تزني، ويقول أيضا: لا تشتهي امرأة قريبك، إن هذا الفعل ليس من الرب.
لكن الله يتحدث هنا إلى عروسه التي هي الكنيسة. لكن الشيطان يمكنه خداع الناس، فيقول أحد عن شخص آخر أنه قد سلب قلبه. احذر إن كان لديك التزاماً مع شخص آخر بعهد الزواج المقدس، فالله لن يتغاضى عن شعور الزنا. لنعود إلى المزمور السادس العدد الثاني. اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت. الأشخاص الضعفاء يعانون المرض كثيراً، لديهم عجز في نفوسهم، جسدي بأكمله يرتجف. أتعلمون ما هو المقصود هنا؟ إن سلب شخص ما قلبك المسكين، صلي اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت. هل فتنك أحدهم وأنت متزوج؟ وإن كنت لا تعترف بذلك ستهتز حياتك حتى النهاية، ولن تكون قادراً على مقاومة هجمات الشرير، سواء في المجال الأخلاقي أو من خلال عجزك في هذا المجال أو ذاك. سيبدأ الشيطان بالسيطرة عليك إلى أن تصبح ضعيفاً وعظامك هشة. لكن الله قد وهبنا هيكلاً مصنوعاً من العظام ليسند أجسادنا، وقدم لنا هيكلاً روحياً أيضاً ليحمي كياننا الداخلي، روحنا وضميرنا، لنكون أبراراً وصالحين. هناك أناس يعتقدون أن لهم كل الحق بأن يتصرفوا بالشهوة مثل الكلاب. لا، نحن مدعوون لنكون مختلفين ومميزين حقاً. إذا بدأت بالشعور بهشاشة معينة في كيانك، اسأل الله أن يرحمك كي لا تسقط، فهذا أمر خطير جدا. لا يجب أن تطمع، فالكتاب المقدس يقول لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك. فأنا لا أتحدث هنا عن الغش فقط أو الزنا، إني أتحدث عن الناس الذين يرون منزلاً ويريدونه، يرون ملابس جميلة ويطمعون فيها. إن كنت ضعيفاً فاسأل الرب أن يرحمك. يا إلهي تحنن علي واطلب منه أن يشفيك، لأنك إن سمحت للضعف باختراق حياتك سيفتت هيكلك وتخسر قداستك. لنصلي. قل يا رب اشفني. إلهنا، إن الآن في محضرك المقدس، أشكرك لأنك استخدمتني في هذا الوقت. إلهي، هناك العديد من الأشخاص يصرخون من أعماق قلوبهم يتوسلون إليك، ارحمني يا رب. استمع لصلاتي يا إلهي. كم أشكرك يا رب من أجل رسالتك في هذا المزمور السادس، كم باركت حياتي. أشكرك من أجل هذا الإعلان العظيم الذي هز كياني وقلبي. إلهي، إني أصلي من أجل هؤلاء الأخوة الذين هم بحاجة للشفاء. أطلب منك تضميد جراحهم في هذه اللحظة. قدس عبيدك يا رب، ولترفع يمينك لتصنع المعجزات باسم الرب يسوع. آمين. مبارك اسم الرب إلهنا. هاللويا، له كل المجد. سنصلي لاحقاً أحبائي لننال البركة أكثر باسم الرب يسوع. لنثبت أحبائي بعزم القلب في كلمة الله المقدسة. والآن لننتقل إلى دراما الحياة الحقيقية. كان لدى والدي مزرعة وقوارب، كانت حياة بسيطة جدا في الريف. في 14 من عمرها ذهبت إلى ماناوس للدراسة. كانت تعيش في منزل بعيد وتركب الكثير من الحافلات لتذهب إلى المدرسة. كنت أعيش في العالم، أستمتع بالحفلات والخروج وجميع تلك الأشياء. عندما كان عمري 25 تعرفت على ربي يسوع. لقد كنت في الكنيسة لمدة سنة واحدة. التقيت بزوجي، كان بلا مال، كان لديه الكثير من الديون، لم يكن لديه أي حساب. ومنذ أن كنت معه عدت إلى نقطة الصفر. حقاً كنا لا نملك ريالاً واحداً لركوب الحافلة. بدأت بالعمل كسائقة لسيارة أجرة. لم يكن لدينا منزل، وكان لدينا فقط أرض صغيرة. كنا نعيش في الإيجار، وبعد ذلك انتقلت إلى المنزل الذي كان صغيراً جداً أيضاً. وعندها بدأت بالعمل في المنزل كي أتمكن من البقاء على قيد الحياة.
كان لدي محل بقالة صغير، كنت أبيع الأسماك واللحوم وبدأت بالخياطة، كنت أطبخ لأشخاص آخرين، كنت مستعدة لفعل أي شيء، كنت أعمل كثيراً، أستيقظ في الساعة 6 صباحاً وأذهب إلى الفراش في 10 أو 11 ليلاً. كانت تبيع العطور والمجوهرات وأشياء أخرى، لكنها لم تتوقف عن الثقة بالرب، كان لديها إيمان أن الرب قادر. في أحد الأيام قلت له: يا رب، لقد عملت كثيراً لكن لا أرى نتيجة، أنا أتقدم خطوة إلى الأمام وأعود 10 خطوات إلى الخلف. عانت الكثير لكنها قاومت. كان لدي ابن أصم، وأندريسا هو مترجم في برنامج الإيمان، طلب مني مشاهدة البرنامج، وثم سمعت عن الكفالة ورغبت بذلك، لكن بما أنني أذهب إلى كنيسة أخرى لم أكن أستطيع الاشتراك. لكن بعد 1 شهر ذهبت إلى كنيسة نعمة الله، وحالما وصلت إلى هناك تعلمت كيف أتخذ القرارات. قرأت الكتاب كيف تحصل على البركة وكتاب باسم الرب يسوع، وتغيرت حقاً طريقة إيماني، امتلكت الإيمان والحكمة. اشتركت بالكفالة في ذلك الوقت ووضعتها باسمي، وعندها بدأ الرب بفتح الأبواب، وقررت أن أصبح سيدة أعمال، وعائلتي بدأوا بالضحك علي حينها. كانت دائماً مخلصة للرب. مرت أوقات لم يكن لديها المال، لكنها كانت تدفع العشور دائماً، وكل ما كانت تحصله كانت تدفع عشوره. بعد أن أصبحت كفيلة ب3 أشهر بدأ الرب بتغيير قصة حياتي وباركنا بطريقة عظيمة جداً. كانت سعيدة جداً، تم وعد الرب في حياتها وصنع عملاً عظيماً. تمكن زوجي من سداد جميع ديونه وإعادة تنشيط الشركة القديمة التي لديه، واليوم هو أكبر رجل أعمال في صناعة الدقيق هنا في المدينة وفي منطقتنا في تيفي. لدينا شركتنا الخاصة لبيع ونقل الدقيق، ولدينا عبارة وزوارق لنسافر، ونحن نفتح شركة أخرى أيضاً. لقد أعلنت إيمانها، وهذا الإيمان هو الذي غير حياتها. أعطاني الرب أكثر مما أطلب أو أفتكر. لم أتخيل أن يحصل كل هذا معي يوماً ما. أعطاني سيارات ومنازل، أعطاني كل شيء يريده أي إنسان. أنا أود أن أقول أنني لست شخصاً ثرياً، بل شخص ناجح. لدي حقاً نجاح الرب في حياتي. هاللويا، إله عظيم. هناك الكثير من الناس الذين هم بحاجة لتعلم هذا الدرس الهام، ونحن لا ينبغي أن نتوقف في أي وقت عن تنفيذ تعاليم الرب. أحبائي، إذا تكلم الرب لا تقبل حتى بمجرد الشك أو التردد، وسيباركك الرب. دعونا ننتقل الآن إلى فقرة السؤال والجواب. دكتور سوارز، كيف يجب أن نتصرف مع مرض غير قابل للشفاء؟ حسناً، لا يخبرنا الكتاب المقدس أبداً عن أي مرض غير قابل للشفاء. كثيراً من الأحيان نظن ذلك، لكن كلمة الله تقول أنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. لذلك نحن لا يمكننا أبداً أن نعلن هذا. لا يمكننا أن ننظر إلى هذا المرض ونقول إنه قابل للشفاء وذاك لا. هناك أمراضاً يمكن للأطباء علاجها، لكن قبل 10 أو 15 عاماً كانت تعتبر غير قابلة للشفاء. آمل أن يتمكنوا من إيجاد علاجاً لجميع الأمراض التي تعتبر غير قابلة للشفاء اليوم. ولكن عندما نتمعن في الكلمة المقدسة وننظر إلى الإله الخالق الذي أعلن: أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، فالرب يسوع هو صاحب كل سلطان في هذا الكون. فلنؤمن بكلمة الله ولنتمسك بها، وسيباركنا الرب. لنستمع إلى السؤال الثاني. ما هو معنى الآية في العبرانيين الإصحاح 11 العدد 13؟ حسناً، اسمحوا لي أن أقرأ الآية أولاً. ما الذي تفكر به صديقي؟ والآن تريد أن تعرف الإجابة. العبرانيين الإصحاح 11 العدد 13 يتحدث هذا الإصحاح عن أبطال الإيمان. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد،
بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض لأنهم عاشوا قبل صليب الجلجثة، وهكذا شاهدوا الوعود من مسافة بعيدة. فعلى سبيل المثال إبراهيم لم يكن لديه فكرة أن الرب يسوع سيحمل آلامنا ويضمد جراحنا ويتحمل خطايانا، ولم لا؟ لأن الرب يسوع لم يتجسد بعد، لقد أتى إلى الأرض بعد 2000 عام تقريباً من إبراهيم، وداود عاش قبل 1000 سنة وصرخ وطلب من الرب أن يشفيه، فلم يكن يسوع كلمة الله قد أتى إلى العالم لكنهم تمسكوا بالإيمان وطالبوا بالوعود. لقد سار إبراهيم على الأرض، ولكن ليس مثل مالك لهذه الأرض التي أعطيت لذريته لاحقاً، وتلك الأرض كانت رمزاً لبشارة الإنجيل التي منحنا إياها الله، حتى أنه لم يكن لديه الحق ذاته الذي لنا الآن. ومن المؤسف أن معظم المؤمنين يعيشون مجرد حياة دينية، لديهم وقت لكل شيء باستثناء قراءة الكتاب المقدس أو للصلاة بصدق ومن كل القلب، فهذا أمر من شأنه أن يحدث نهضة في حياة كل شخص. أحبائي، لا يهم ما فعلته في حياتك، فإن كنت ستبدأ في طلب الرب الآن ومن أعماق قلبك فكل ضعف سيزول، ستنال قوة من الرب وحياتك ستكون مباركة بغنى. لذلك علينا أن نقترب من الرب وأن نسعى لننال ما يخبئه لنا. يسوع قد تغلب على كل شيء، وإن لم نطالب بالوعود فلن نحصل على شيء منها. فمهما كنت صديقي، الرب قادر ويريد أن يغير حياتك تماماً. لذلك إجابة على أخي، لقد جاءوا قبل صليب الجلجثة، نظروا الوعود من بعيد وتمسكوا بها، واليوم للأسف لدينا الحق في هذه النعمة ونحن لا نطالب بحيازتها. كثيرون منا يعيشون كهؤلاء الرجال في الماضي، لكننا الآن نحيا بعد الصليب، فنحن ننظر إلى الوراء لنرى ما فعله الرب يسوع من أجلنا، ولا يجب أن نتجاهل هذا تحت أي ظرف. لكن دكتور سوارز، أنا دائما أصلي ولا يحصل شيء معي. أتعلمون، مثل شخص يقضي أسبوعاً في محاولة حل معادلة ما حسابية أو هندسية وفجأة يجد الحل. توماس أديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي حاول أكثر من 1000 تجربة لكنه حصل على النتيجة أخيراً وأضاء المصباح. لكن الإيمان أكثر دقة من الرياضية، عليكم مواصلة السعي والبحث، وكل ما يتطلبه الأمر هو كلمة صغيرة والرب سيكشف ويعلن لك اسم الرب يسوع. لنقف أحبائي لنختم خدمتنا بالصلاة، لنتحد بالإيمان معا. هل أنت مستعد من قلبك لتمنح المجد للرب؟ عليك أن تفكر بالأشخاص المحتاجين، والرب يريد أن يستخدمك ليبارك حياتهم. أبانا، إن هنا في محضرك المقدس، نتحد جميعا بالصلاة يا رب مع جميع الحاضرين ومع كل من يشاهدنا حول العالم. جميعنا يا رب بحاجة للمسة من يدك القدير. كثيرون يا إلهنا مثل داود يصلون ويبتهلون إليك، ارحمني يا رب لأني ضعيف. أعنا يا رب لنفتح قلوبنا ولا نخفي أي أمر عنك. أعنا يا إلهنا لنفتح قلوبنا ولنقول لك الحقيقة. إلهي، أستودع جميع الذين يصلون إليك الآن يا رب، إن نطلب الرحمة تحنن عليهم. إلهي، أنت مختبر القلوب وفاحص الكلام، أنت عالم بأنهم يواجهون الشر. خلصهم يا رب من كل تجربة، اشفهم، جدد هيكلهم الروحي، ذلك الهيكل الذي أصبح هشاً بسبب التجربة. إلهي، جدد قوتهم للصلاة الآن، ولا تسمح لأي إثم أن يختبئ في محضرك، بل الكل يخرج إلى العلن. فلن يستطيع العدو أن يسيطر على حياتهم بعد أن سرق الفرح من قلوبهم. أبانا، إن نصلي لك الآن في هذه اللحظة، وإني أستخدم سلطانك الذي منحتني كخادم لكلمتك المقدسة لأنتهر كل شر وأطرحه خارجاً. أحبائي، لنطرح كل شر بعيداً باسم الرب يسوع، وأنت تعلم لماذا يهاجم الشيطان حياتك.
حياتك، وتعرف أي نوع من الأفكار النجسة يضعها في ذهنك، وتعلم لماذا سقطت واستسلمت. لكنك الآن ستأمر هذه الأرواح أن تخرج باسم الرب يسوع، فالرب هو قوتكم الآن. إلهنا ارحم شعبك، اشف هؤلاء الأخوة، إنهم بحاجة لشفائك يا رب. ضمن جراحهم وحررهم من كل إثم وخطية. امنحهم يا رب أن يقفوا مجدداً على أقدامهم. حررهم من كل خوف رافق الخطية، فلن نخسر أي معركة لأنك بجانبنا. إني آمر كل قوى الشر أن تغادر الآن باسم الرب يسوع. آمين.